وش نقول لكم يا بابا يا بابا، مازالها سخونه. اوه لا 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 لا، بسم الله ما شاء الله. شعب زو جام، وكتروا لي لي كومونتير بليز. ان شاء الله تكونوا قاعدتك بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه كنتوا طلبتوها مني بزاف بزاف، وانفا درتها لكم مع اقتراب شهر رمضان. هذه هي الكنافه، بيان سور بالجبنه بالفرماج. الوغ اذا حبيتوا الوصفه والطريقه اروحوا معايا نوري لكم كل شيء. اول حاجه البنات، في الكنافه تاعنا نبداو بالشربات كوم توجور. نشرب بيان زوج كيسان سكر بزوج كيسان ماء، واللي يحب يقلل. بصح الكنافه هذه اللي راح نديروها، يعني تديري زوج كيسان سكر بزوج كيسان ماء خير، فوالا، باسكو لازم تجي حلوه هكذا. فوالا، تحطوهم على النار متوسطة هكذا، وتقعدوا تحركوا فيهم حتى يذوب السكر مليح. يلا شوفوا، ما تنساوش تحطوا الموية، ما تحطوش عالي وما تحطوش ناقص بزاف، حتى يذوب السكر مليح. زيدوا لها شوية تاع عصير ليمون، تقدروا تستعملوا اون ترونش تحطوها لداخل، من نجيب خيط نديرو هكذا ليكيد. حطيت شويه، كاين اللي يحبوا بزاف ثاني كيديروا المزهر، تقدروا ديروا مزهر اللي يحب ريحه المزهر فيها. فوالا، تخلوها دوك تغلي مليح وتطفوا عليها. فوالا البنات، كي تبدا تغلي هكذا نطفي عليها. المكونات اللي نحتاجوهم للكنافه تاعنا هي اول شيء تستعملوا سا ديبون، يعني تاع على حساب لي مول تاعكم. انا راح نستعمل هاد الصينيات، ولا تحبوا تستعملوا صينيه كبيره تقدروا تستعملوا من 250 غرام العجينه تاع الكنافه حتى، ولا تاع القطايف تانيك. تقدروا تستعملوا من 200 حتى 300 غرام، سا ديبون الكميه اللي تحبوا. فوالا، عندنا العجينه تاع الكنافه، عندنا زبده، انا خلصت الزبده مع السمن، يعني انت تقدروا ديروا واحد 200 غرام حتى 250 غرام كيف كيف. دوك نوري لكم يعني انت الطريقه اللي راح ندير بها كيفاش لازم تكون العجينه كي تزيدوا لها الزبده تاعكم. نستعمل زوج مغارف تاع السكر اون بودغ، و بيان سور بوغ على الفرماج اللي نستعملوا الجبنه، انا راح نستعمل الجبنه هذه تاع العكاوي. دون فاصون تكون بلا، لازم ما تكونش مالحه، ولا تقدروا تستعملوا لا موتزاريلا. دوكا واش ندير، ناخذ العجينه تاعنا تحطوها في يعني في ميكسور ولا، المهم ترحوها كومبلي. فوالا البنات، شوفوا كيفاش زينه، شوفوا كيفاش تولي. فوالا، نكملهم قاعيتيك ونرجع لكم. فوالا البنات، شوفوا هادو هما القطايف تاعنا، شوفوا كيفاش رجعتهم كي هشيتهم هكذا، شوفوا كيفاش ولاو. دوكا واش ندير، ندير زوج مغارف تاع السكر كيما قلت لكم، سكر كريستاليزي هكذا ولا سكر غلاس كيما تحبوا. فوالا، تخلطوه مليح داخل فيهم بيان. بخي واش ديروا، كيما قلت لكم الزبده عينكم ميزانكم. شوفوا انا درت الزبده كيما قلت لكم والسمن، تحطوا كميه هكذا. دوك نبدا نخدم بيدي، دخلوها كاع فيهم حتى تلقاو القطايف تاعكم قاعيتك معمرين، يعني تاع كاع فيهم الزبده. فوالا، جو بريفير نستعمل يدي
تقعدوا ديروا هكذا هك. شوفوا لازم يولي هكذا الوسم تاعهم. فوالا شوفوا البنات تدلكوها مليح لداخل. شوف هك هكذا. شوفوا ما تخلو حتى ها قاعيتك بيان. ولا خاصها تكون الزبده تزيدوا لها انت يعني. لا شفتوا الزبده تخصكم ولا السمن زيدوا حتى تلقاو هذا الشكل. فوالا البنات دوكا واش ناخذ انا لي بلاطو تاعي دو خديت صغار. واذا سقسيتوني منين انا جبتهم معايا من تركيا انت كي رحت. فوالا دهنوهم بيان سور كيما يقولوا بالدهن ولا بالسمنه ولا بالزبده. فوالا هكذا. فوالا البنات بعد ما دهنا بالسمن سنيوة تاعنا نوزع الكنافة هكذا قاعدك. فوالا بروميير بارتي هكذا. فوالا تحطوا طبقة هكذا تكون نورمال تسيو من الداخل باسكو كاين بلاصة تاع الفرماج توزعوها هك. فوالا ابخي تاخدو سنيوة لا ميم و هكذا تبريسيو للداخل باش تدخل لكم مليح. بخي ناخدو الفخوماج تاعنا اللي قلت لكم عليه العكاوي. تقدروا تستعملوا الموتزاريلا كيما وريت لكم وتحطوه هكذا. تحطوا تسيو تحطوا هكذا في الوسط. فوالا الحاله الثانيه نزيدو نحطوا القطايف تاعنا هكذا. واش هنا لازم تخدموا كيما يقولوا باتقان باش تدخلوهم في لي كوتي هكذا. شوفوا لي كوتي هكذا شوفوا تخدموا هاك. ومن بعد ركزوا على الجناب هادوما هاك ركزوا عليهم مليح. دوك نستعمل ها شوفوا هاك دخلوهم مليح لداخل هكذا. فوالا البنات شوفوا هذا هو الشكل الكنافه تاعنا. نقوها مليح نجهزهم قاعيتك ونرجع لكم. فوالا فوالا البنات كيما قلت لكم تقدروا ديروها بالموتزاريلا ديروا لا ميم شوز بروميير كوش هكذا. وحده انا بنتي لولو تحب ديرها تحب لا موتزاريلا فيها زيدوا ديروا لا ميم شوز هكذا. تغطوا هكا وتوجور كيما نقول لكم دخلوا مليح من لي كوتي ومن بعد كملوها هاك هكذا ما شاء الله هكا ها. فوالا نكمل كاع الكويه. واستعملت واحد 250 غرام خرجوا لي 4 تاع لي زاسيات هكذا هكذا. سقموها مليح للداخل توجور هاك دخلوها كاع للداخل. من بعد خذوا البلاطو هذاك وزيروا به. فوالا البنات هادو هما الكنافة تاعنا صاروا جاهزين هكذا. وشعلنا الفوق انا شعلته غير من التحت على درجة 190 فوالا. ودوك نحطهم في الفرن وتشوفوا الطريقة اللي نطيبهم بها. فوالا البنات كي تمر 15 دقيقة هكذا ولا 10 صديق الفرن تاعكم تخرجوها وتقلبوها. فوالا حنا ناخذها نطخشوها هكذا نقلبها بهالطريقة دو بريفيرونس بلو مول يعني انت اللي تستعملوه. فوالا شوفوا دوك نسقمها مليح هكذا. قعدوا قلبوهم حتى يتحمروا لكم مليح نرجعها للفرن. كيما نعاودها لكم شوفوا تخرجوهم من الفرن تحطوهم هكذا تحطو مول واحد اخر المام مول وتقلبو. فوالا لازم سوا سوا تجي هكذا وتنحو وترجعوها تسقموها مليح بيان سيغ هكذا وترجعوها للفرن. فوالا فوالا البنات زيدو خرجوها هكذا و اوب زيدوا قلبوها اوب 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 احلى كنافه مع احلى ناس الاحلى ناس مع احلى فازو. يلا زيدوا سقموها هكذا اوب
نرجعوها للفرن هكذا هكذا، نروحو هكذا ونزيد ونحلو الفرن تاعنا ونرجعوها لاخوتنا. شوفوا كيفاش راهم يطيبون ما شاء الله. فوالا البنات نروحو نزيد نقلبها بوغ لا دوزيام فوا. فوالا نزيد نحط هكذا هكذا، نسيي نديرها سوا سوا. فوالا سوا سوا ونزيد نقلبها هو هكذا ونحي من الفوق. فوالا البنات دوكا كيما قلت لكم نقلبوها هكذا. نحطوها تحمر ولا ديرنيير فوا. فوالا البنات هنا نورمالمون راهي طابت الكنافة تاعنا صافا. فوالا نحي هادوكا. فوالا البنات كي نحوها من الفوق جوست شوفوا الشربة تاعي كيفاش متقل. مكش نحطو الشربات زيت الهادية وكيما في الفخ قعدوها السوها يعني تحت تشوفوها حمرت وتقلبوها زوج قطرات. شوفوا هذه هي. فوالا البنات نشبح لكم واحدة اللي نخليها باسكو كل واحد كاين اللي تقدروا تقلبوهم في تبيسي وكاين اللي تقدروا يعني تا يسربوهم بزاف في لي بلاطو تاعهم هكذا. هذه هي ديريكت نحط لها البيستاش كاع لي كوتي هاك. فوالا هي كذب عليكم حلاوتها بالبيستاش. وفي الوسط نزيد لها تشكيله واحده اخرى تاع لي بيستاش. فوالا هذه هي هذه هي الكنافه تاعنا. خلوها تبرد ماشي تبرد تبرد بزاف بصح تياد. نرجع لكم بعدين. فوالا البنات نقلبها مادام هي سخونه. فوالا هذه هي الكنافه تاعنا ما شاء الله. نتلاقاو بعدين في طريقه التقديم. غو اني عاودت وليت لكم بعد ما شفتوا الطريقه اللي درت بها الكنافه تاعنا. بيان سور لا ريسيت تاع لو دي تورك تلقاوها في صندوق الوصف. فوالا اروحوا معايا دوكا نذوقوها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نتقتلوا انا ما قدرت ولا طوب. فوالا إذا عجبتكم الوصفة والطريقة اعملوا لي جيم وشاركوني في القناة تاعي مع فازو دايما جديد. لا 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 فوالا يا البنات نزيد نقرب لكم لاكام. شوفوا ما شاء الله شوفوا كنافة يعني تاو عليها الكلام. جربوها وما تندموش.
كتروا لي التعليقات ولي جام لعجبتكم. بيزو.